كما قال مندوب اليابان لدى الأمم المتحدة كوروبيشو إن كوريا الشمالية تنتهك التزاماتها في المحادثات السداسية ويجب ممارسة ضغوط أكبر عليها لحثها على وقف أعمالها العدائية. كوريا الشمالية هي الدولة الوحيدة التي تجري تجارب نووية في القرن 21. بيونغ يانغ دائما ما تنتهك قرارات مجلس الأمن دون أن تعطي أي اهتمام لجيرانها في شبه الجزيرة الكورية أو للمجتمع الدولي. يجب أن نمارس ضغوطا أكبر على كوريا الشمالية لحثها على وقف أعمالها العدائية.